حليم، يا ترى رحت فين يا دنايا؟ يا ترى رحت فين؟ يا ترى رحت فين؟ لقيته؟ يعني هيكون راح فين؟ ليكون حد خطفه. ربنا يستر. ربنا يستر؟ ما انت لو كنت سمعت كلامي من الاول ونزلت دورت عليه ما كانش حصل اللي حصل. طب وانا هعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ ده انا مسيت الشارع فيك يا زقازيق ما دورتش فيه. يعني ايه؟ حليم راح خلاص؟ راح وما عادش راجع؟ يا لهوي، حليم راح، حليم راح ياما، حليم راح وما عادش راجع. اه يا حليم، حليم ابنكم ده يا ابني؟ اه يا عم ده اخويا. يبقى خلوا بالكم منه. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت فين يا سي زفت؟ اصلي اصلك ايه ما تنطق؟ بس مشيت ورا النادى لغايه ما تفت ونمت. بتعمل فيا كده ليه يا حليم؟ انت عايز تموتني؟ انت مش عارف انا بخاف عليك قد ايه؟ خلاص يا علي، لا تزعلي مني. طب خلاص كفايه ندمو تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. عين امك يا دنايا. للي ما يعرفنيش انا هنا لكوريل. انا مش هقول جنسيتي ايه لان الجنسيه مش مهم، مش هي المبدا. انا شيوعي، مؤسس النادي الديمقراطي اللي احنا مجتمعين فيه ده، واجتماعنا النهارده عشان نوجه الدعوه لكل الحركات الشيوعيه في مصر، سواء مجموعتنا او رابطه انصار السلام بقياده الرفيق جاكودي كوب او غيرها، للمطالبه بمعاهده صداقه بيننا ما بين الاتحاد السوفيتي رمز النضال ضد الاستعمار والهيمنه الراسماليه. بتبص في الساعه كتير ليه؟ مستعجل؟ يعني كل الحركات مش طب علينا هتبقى مشكله او بره مصر. انا مصدقت الورق في الكليه الحربيه. وايه اللي حصل؟ ما انت كل مره بتقدم وبيرفضوك. ولا ليه قريب باشا؟ الاستعمار اللي بيبص دمنا باشا ولا بينا داخل وخارج. ربنا عايز كده او في اي بلد مستعمر. بس الموضوع ده يتم على خير. طب اسمع هنا اللي بيقول ايه. لازم تغير من تفردها، احنا جزء من كل، مش لازم ولائنا يكون للوطن المحدود، لكن لازم يكون الولاء للشيوعية وكفاح الشعوب. ممكن اتكلم؟ اه ممكن، اتفضل اتكلم. اللي فهمه اللي بكافح ضده انا وكل الوطنيين هو هيمنة قوة موجودة على ارضنا، وهي الاحتلال الانجليزي. والشيوعية زي ما قريت وبسمع دلوقتي تتطلب نوع من سيطرة الاحزاب الشيوعية العالمية على الحركة الوطنية في مصر. معنى كده ان احنا بنستبدل السيطرة الانجليزية على ارضنا سيطرة شيوعية على أرضنا وعلينا كمان. أساس تحرير أي وطن هو تحرير العقل أولا من الأفكار البالية القديمة اللي بتحتله، بالظبط زي الإنجليز ما بتحتل مصر أو غيرها. لو ما قدرناش نغير أفكارنا يبقى عمرنا ما هنغير مصرنا. هي أنا آسف للكلمة إنما ده كلام نظري وبعيد عن الواقع. في الاول والاخر في حاجه اسمها اولويات، بيتي وبعدين الشارع اللي ساكن فيه وبعدين وطني كله، وبعد كده نبقى نبص على الافكار المستورده. تقدر تقول الافكار بعد اذنك؟ هرد عليه. اتفضل. الاستقلال مش كلمه عن جلاء مستعمر، انما الاستقلال باساس رفع مستوى معيشه الجماهير والشراكه الفعلي في الحكم. واساس الكلام ده كله تغيير في افكار الناس. لما تغير الفكر تقدر تغير الواقع. اتحرك يا بابا عليهم. ايه اللي بيحصل؟ في ايه يا حضرتك؟ مش عارف في ايه يا هنري؟ ايه ده البقري هنا؟ اهلا اهلا. اللي داخل جوه ده هتوب. خد نفس. لا مفيش يا معلم تحت امرك. جواب ده جالك وما لقيتش حد يستلمه، فانا استلمته بدالك.
خير يا رب. خير يا جمال افندي. وشك كله خير يا معلم. اتقابلت بالكليه الحربيه. الف نهار ابيض يا الف الف مبروك. شربات يابا عشان خاطر جمال افندي. زغروته يا ام حسين. كفايه علي ليه مالنا خلق؟ ما يتلموا، خليهم يشوفوا فرحتنا. الف حمد وشكر ليك يا رب. والله عالي يا عم حليم، وبين من اصحاب الابتدائيه، مع انك لسه اوزع زي ما انت، اكنك ما بتكبرش. على العموم مبروك. بركه في خالي فعليا اللي سهرت وتعبت عشان انجح. يا حبيبي. وانا ما عملتش حاجه؟ بركه فيك يا ابو حميد. اه يا حليم، تعالى جنبي هنا. شوف يا بطل بقى، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. انت كبرت دلوقتي بقيت راجل، ولازم تبقى عارف بالظبط انت عايز ايه. ها هتدرس ايه بعد الابتدائيه؟ شوف يا خالي، انا انفع حكيم ولا مهندس؟ امال هتنفع ايه يا سي حليم؟ مفيش قدامي غير المزيكا، عايز اخش المعهد اللي في قرى اسماعيل. ولا مستقبل أمامي إلا الموسيقى، وإنت مثلي الأعلى. إذا كنت نجحت في الابتدائي عشان خاطر الفن والمزيكا، وإنت عارف أنا بحبهم قد إيه، مرسل إليك شهادة نجاحي الابتدائية وكل الأوراق المطلوبة علشان تقدمني في المعهد. بحياتي عندك يا سمر بتهتم بالموضوع ده. أخوك عبد الحليم. خالي العزيز، اخواتي الاعزاء، ما تاكلش ليه يا حليم؟ مصر بقى يا سي حليم، لا في عليا تحضر لك الاكل ولا خلك يقول لك ذاكر. ليه انت رحت فين يا استاذ اسماعيل؟ انت اخوه وابوه وخاله وامه كمان. قول يا حليم قول، صحتك فعلا مش عجباني، واحنا ما صدقنا ربنا شافاك من البلهارسيا. الله لا يعودها. امين يا خال. مش كده وبس، ده كل فين وفين على ما الاقي اكل زي دي.